احسن بلاصه اش قدرت تبدا منها النهار ديالك. صباح الخير عليكم ومرحبا بكم مره اخرى في مدينه ورزازات. اليوم ان شاء الله غادي نمشيو لواحد جوج البلايص اللي زوينين. اول بلاصه غادي تكون قصبه ايت بن حدو، ومن وراء غادي نمشيو لتكساس. تكساس ديال المغرب. دابا غادي ناخذ طاكسي صغير باش نمشيو لبلاصه الطاكسيات اللي كيديو ايت بن حدو. واحد اللعيبه عندهم هنايا كتمشي لواحد البيرو كتخلص الطاكسي وكيعطيك هذا واحد. دابا اللي غيجي ورايا غياخذ جوج حتى لسته البلايص وكتعطيها للشيفور، والشيفور كيجمعهم كيديهم للبيرو باش يعطيه كيديرهم بورصه في الفلوس. يلا وصلنا لايت بن حدو، واحد نص ساعه ديال الطريق 24 كيلومتر. نمشيو دابا نفطروا، نمشيو نشوفوا شي جلسه زوينه ونفطروا ديك الساعه ندور. حنا بدينا طلوع نطلعوا لواحد البلاصه كاينه الفوق فيها واحد الفيو زوينه، ومن بعد نهبطوا نعاودوا نطلعوا لواحد الجبل من الجهه الاخرى باش نوريكم فين داروا جلادياتور. شو هاد الطبلوات شحال زوينين وكيفاش مرسومين، يعني الديتاي باش مرسومين به، وهذا الشيء كامل مرسوم باتاي والزعفران. شيف راه فوق من 20 عام وحنا خدامين هنا في هاد الحمام. تبارك الله. الا في عامين ديال كورونا دازت علينا واحد الكارثه. اما راه كان رزق الحمد لله، المغرب راه عنده الثروات وعنده عنده عنده غير الناس كتير. الحمد لله الحمد لله. ما عندناش مشكل، عندنا تشجيع الفرق الوطنيه. دونك هاي كملنا الرسمه بالعافيه. التقنيه هذه التكنيك كيفاش جاتهم؟ جاتهم في القرون زعما اللي فاتوا، كانوا القبائل بزاف، وكيفاش كانوا كيتواصلوا هاد القبائل؟ كانوا كيتواصلوا بهذه الطريقه، سيرتو الا كانت شي حاجه سريه، يعني الا كان شي واحد من هاد القبيله بغى يصيفط شي رساله اللي هي سريه باش هذاك اللي غادي يديها ما يقراهاش، كان كيكتبها بالزعفران واتاي حتى كتوصل عند السيد اللي غادي يقراها وكيدير لها العافيه وكتطلع بحال هكا وكيقراها. حتى من الكتابه تطورات حتى ولاو الناس كيرسموا بحال هكا بهذه الطريقه الزوينه، وكنجيو حنا كناخذو. كاين الطلوع تبقى طالع طالع. نهرسوا الطريق في هذا الكافي هذي اللي فيها واحد الفيو زوينه. ضروري تطلعوا معاكم الماء. وصلنا دابا بقات لينا واحد الطليعه صغيره لديك البلاصه، واخيرا وصلت الفوق. راني مدينا الطريق من التحت، من بعد غادي نطلع للفوق هنا هذاك هنا. وهذه هي اللي كنا كنشوفوا من التحت، هذه كيقولوا لها اكادير، واكادير بالشلحه كتعني مخزن ولا بيت الخزين ولا المهم كيخزنوا فيها داكشي ديالهم ديال الفلاحه، وكيديروا فيها حتى الافراح ديالهم. الا كانت شي عرس ولا شي حاجه بحال هكا كانوا كيطلعوا الناس كيحتفلوا. هادشي شحال هادي دابا ما بقاش حيت اغلبيه ديال الناس هاجروا، بقاو غير خمسه العائلات اللي هما السكان الاصليين. تنين بانيو ليكيدو، تنين بانيو سيكو. بانيو او سبليونيه ساهله على هاد الحساب. او جبل، ولكن كل ما انت طالع كل ما كتكون عندك واحد لافي زوينه بزاف. فوالا هذا هو الصومي، هذه هي لافي. هنا كتبان القصبه كامله، وهنا كانوا صوروا جلادياتور وجيم اوف ترونز. نحاولوا نجيبوا اللقطه هي هذيك. يلا 3 2 1 اكسيون.
هنا في هاد لاسيل اللي ورايا كانت صورات واحد اللقطه ديال جيم اوف ترونز. اجي نشوفوها. 3 2 1 اكس. او الشريف. نعم. رجع 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 واخا. وانت يا قول غير 3 2 1 وكلابي وسير خرج في حالاتك. انا اللي خصني نقول اكسيون. نعاود من الاول ولا سيدي عاود لينا غير الاخر؟ غير 3 2 1 كلابي وخرج علينا في حالاتك. اسمح لينا. يلا يلا سير. 3 2 1 اكسيون. لو ميري زيري ميز ماغون بستيلا ميسا 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 ليسا. اوس محمد تاش من ليسا؟ شكون قال لك دخل؟ ما عنديش انا هادي. خرجوا عليا دم هنا. خرجوا من ايت بن حدو كامل. مابقيتش بغيت نشوف. التورني ديالنا سالات هنا في ايت بن حدو. جرع علينا المخرج. نتمنى تكونوا خديتوا فكره على هاد البلاصه باش الا جيتوا ليها تعرفوا فين تمشيو فين تجلسوا شنو ديروا هنا. دابا غادي نمشيو لبلاصه اخرى اللي قلت لكم الصباح تكساس ديال المغرب. المشكل الوحيد اللي فيها هو الترونسبور. يعني فاش مشيت ناخذ الطاكسي الصباح قالوا لي الا بغيتي تمشي لا خصك تعاود ترجع لورزازات وتاخذ الطاكسي ديال تازناخ وتهبط في نص الطريق ولا تسنى الكار من واد الملاح ولا المهم كاينين بزاف ديال لي زوبسيون. انا الذكاء اللي عطاني سيدي ربي قلت لي عطاني النمره ديالك وفاش غادي نكون واجد غنعيط لك والطاكسي اللي خارج من ورزازات غادي لتازناخت يخلي فيه بلاصه خاوي وعطاني نمره الشيفور ونتلاقى معاه في الطريق. شكرا 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 شكرا. اول حاجه ناخذ طاكسي بعدا من ايت بن حدو للواد المالح وديك الساعه نعيطوا ليه. السلام عليكم. يلا وصلت للواد المالح. ها هو عيطت للبيرو الطاكسيات في ورزازات عطاني النمره ديال واحد الطاكسي اللي غادي يمشي لتازناخت ودرت معاه نتسناه في واحد القهوه رايه. ملي غادي يوصل غادي عيط ليه نمشيو نجلسو ناكلو شي حاجه ومن نيت نشريو الماء وداك الشيء اللي غادي خصنا حيت تماك ما كاين والو. الله يرحمنا والدينا الله يعاون. شناهي ديك ديال قبيله؟ ها ديك اهم المستجدات حول الساحه الاقتصاديه والاجتماعيه والفنيه خلال هذا الصباح بشارع طابوره وبالواد المالح. يلا الله يعاون. تقدينا هذا الشيء. ها الطاكسي وصل. وصلنا لتكساس ديال المغرب وهذه البلاصه هي اللي كانت تصور فيها من اكثر الافلام ديال الرعب ذا هيلز هافايس. مرحبا بكم في غاز هيفن. ماش كيديروا الريح. دونك هنا فين تصور ذا هيلز هافايس اللي عزاز عليه الافلام ديال الرعب وباقي ما تفرجش فيه خصو يمشي يتفرج فيه. هو كيهضر على واحد الناس كانوا ساكنين في واحد المنطقه وكانت الدوله ديال الميريكان كدير فيها التجارب النوويه ديالها وهداك الشيء اثر عليهم ولاو تمسخوا وباش ينتقموا ولاو اي بشر كيجي عندهم كيقتلوه. ماشي كيقتلوه كيشوهوه كياكلوا ليه اللحم ديالو كيرونوها. الطوموبيل عرفت كانت في الفيلم نوريكم شنو داروا بها. زيد زيد يا فكيا اي مستر What kind of a place is that? الشاحنة. يا لافيش. ندخلوا لهاد البلاصة هادي. تشوفوا اش فيها. you
وهنا في هاد لاسين اللي ورايا تصور واحد فيلم امريكاني اللي خدا جائزة الاوسكار في 2022. شوفوا entre le bout du canon et la tête du juge, il y en avait 5 et à peine 3 pour le préfet. Allez, je vous ai. كيجيكم الفيلم هدا غير انا راه ما كاين لا اوسكار لا والو. يلا نخرجوا نوريكم واحد البلان حتى هو كان تصور هنا. نورمالمون ماشي انا اللي خصني نخرج. او سي مخرج. نعم وصاحبي هاد الخرجه ماشي انا اللي خصني نخرج. واش عندنا التليفون وصلنا واحد الميساج باش يلا يلا خلينا نخدم. يلا سير 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 انت الاول. يلا يلا سير سير 3 2 1 اكسيون. جايو وهنا في هاد لاسين اللي ورايا دار سعد المجرد الفيديو كليب ديال الاغنيه ديالو غلطان. 3 2 1 اكسيون. غلطانة جيتيني ندمانة قلتيلي ريحني هالمرة سامحني. غلطانة غلطانة. اش باقي كدير تماك؟ والو والو غا كتعجبني عنده ديك اللعيبة ديالها. خليك خليك عاودها. تغريتي وعليا تخليتي ما همك اللي جرالي سهرتيني ليالي. تغريتي وعليا تخليتي. الدورة ديالنا سالات هنا. كنتمنى تكون عجبتكم هاد البلاصة. بلاصة زوينة. نقدر نقول لكم المشكل الوحيد بين قوسين اللي تقدروا تلقاوه ديال الترونسبور ماشي فليكسيبل بحال البلايص الاخرين. الواحد الا كان باغي يجي هنا وما عندوش الطوموبيل يدير بحالي كيف ما درت. الا بغيتي تمشي لشي بلاصة خصك تقلب. المهم خصك تمشي ليها. شفتوا البلان اللي درت؟ عيطت للبيرو ديال الطاكسي في ورزازات وريزيرفيت بلاصة. دابا اوغوزمون لقيتو تماك في تازنخت. راه دابا كنتسنى فيه يجي غادي يهزني يردني لورزازات. او الطاكسي جا. ها مول الطاكسي مول السياحة. ها تصورني حتى انا. ها مول فوالا مول السياحة. مول السياحة كنا سوا سوا. الله يحفظك الله يسخر الله يسر اوفر. طلع في الطاكسي راه ولا صاحب. وفين؟ كلشي مزيان. كلشي بخير بخير. الله يحفظك. وهداك وهاد الساعة مزيان ديال الجوج مزيان الحمد لله. فوالا وصلت لورزازات ومع النهار سهلة. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو وعجبكم حتى البلايص اللي مشينا اليوم وتكونوا خديتوا عليهم واحد الفكرة. حيت لوبجيكتيف ديالي هو فاش تبغي تجي لهاد البلايص تكون ديجا عندك واحد ليداع. واي واحد احتاج شي حاجه يدخل عندي الانستغرام بغى يسولني شي حاجه ولا بغى نعطيه الطراجي اللي درت يدخل عندي. دونك كيف ما قلت لكم وصلنا للاخر ديال الفيديو. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر. يدك تشاف